السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ممتازة، لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا. نكمل مع الأنسة ونبدا معك. هزلي واحد كيلو ديال البعويد عافاك. البعويد ايوا تهلا خير باش تعاود ترجع. مرحبا بيا. ربي يخليك على لا مصواب. ايوا هاد البعويده بنيتي راه ما تصيبيه غير عند السي ابراهيم، كيجيب غير راس السوق تبارك الله. البعويده عنده طيبه وحلوه وكتذوب في الفم. كاين عليك واقه وعلى بال. واش غندو من الدنيا لاله غير ما كلينا وما شربنا؟ فات لي شتك كتسكني غير هنا. لا سيري شكون ما يعرفهاش؟ معروفه في هاد الحومه راه ما خاطياش. انا بنيتي بحال التربيط، ما كاينش اللي ما كيعرفنيش. وانت يا بنيتي ساكنه قريب؟ انا ساكنه غير حداك وران مارشي، حتى ديك العماره اللي فيها الفارماسي. والله الا لا دخلتي لي في خاطري، ما سخيتش بك انا لا، ولكن خاصني نمشي نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. عندي شي خدمه خاصني نمشي غير نحط القفه في الدار ونرجع. انا بصحه وراحه. شكرا ابراهيم. سلام لالا. جابك الله السي محمد. كنت كنقلب على طاكسي محرين جاه جيتي فيها قد قد في غادي طلع بلي يلا لحق البحر ونعشف بغيت تكسر قفز مع راسك كتعرف شي قنت زوين واه كذا كل اخرى زوينين لكن كاين وكاين مالك ساكت خايف عاوتاني دوار خواف دوي كتصبق يد ترجع الاخرى سير السي محمد خلي غير يكون قلت كلام وبون بخي الحق ما بغيت مشاكل يلا نزلت من البحر 95 يوم خوك فوق الماء حتى عدفت الدنيا وما فيها ووليت غير باغي نحط رجلي على البر اللهم البحر وقروشو ولا البر وحوشو سكنت الخوف عمال وانت كتوخر ما تراجعش ومالك سكتي كتخمم نخوف شي بلاصه واعره ياك ويلا تهلا فيا راه حتى انا غادي نتهلا فيك مشحر وهنا معك من بعد واحد نجرو انا اللي تسعي يوم ورا في البحر في الجو اكثر منهم خرج ياخذ الفريق انا مزاوكه انا مزاوكه انا مزاوكه اشتخيت بسمه وانت مريض وليدات يا عباد الله حسنا ردي البال الخوف حسنا شتعنا فوق
صح نعود صحة وراحة صعب بزاف كثر من القياس الحمد لله خالتي عقلتي على ديك البنت اللي لقينا عند ابراهيم نسي ابراهيم كتشيل بوعويد هي كتعوم في لابيسين ياك والله زهرة خالتي كتعرفت عليها راح حوته وحطها في الماء تبارك الله عليها ما سعدت لي عرفت ما يدير خليها تبرد شافنا اصلا لما زال راك دير الرياض انا سخانه ما نقدرش نولات الصوره يا الصوره انا غادي خليك امتاجه عرفتي ديك حنان شحال هادي ما تفشرش بحال هكا فكرتيني في امي الله يرحمها الله يرحمها بنتي كون شوفي حتى انا اختي حسنة راه ما عندي ما عز من خالتي تمشط ليا شعر الله يخليها علينا باين عليها بنت الناس عاقله ومرزنه كتعرف اش كدير وغزاله خالتي طوله والقلده والعينين كبار سعدات اللي غادي تكتب ليه الله يخليك ليا عويناتي وصفتيها يا بنيتي كيف كانت خايله زينه ومخنطره شكون هاد قمر الزمان اللي دايره فيكم هاد الحاله حسنة ايه تلاقينا معاه في الحمام والحق في تعرفنا عليه هاد يومين في المارشي ايه واش نقول لك وليدي تولد كل حبيبه وعيش ليها قاريه وخدامه وبين انا ويا المعقول كتقلب على شي ولد الناس وعلى ما قالت لي مهندسه خالتي راه مهندسه ديال الديكور عندها واحد الذوق باينه غير من اللباسه تبارك الله عليها ما ضربناها بعين انا رتمنيت هالك حبتي تولدي بعضياتكم جايين وما هذا واش نقول لك يا بنيتي المقسم في السماء يا حبيبي اوخ انا جاي
سيرت هنا راه لقينا محل اليوم حتى معايا الصياد هو اللي علم به. امتى جيتو نتوما؟ كنا هنا مع 7:15 كنا هنايا. كان شي واحد هنايا؟ ما كانش الصياد اللي كان بوحدو. اه اجي وي رشيد. سي يوسف راه يلاه وصل. انت اللي لقيتيه؟ اه انا اللي لقيتو. جينا مع 7 ديال الصباح انا السيد رزق الله لقيتو هنايا ميت وغارق في دمو وانا نعيط للبوليس. الكارتون 158 اللي جيتي في الصباح ما لقيتيش شي واحد كيدور هنا ولا؟ لا ما لقيت حتى شي واحد. اللي كنتي جاي ما تلاقيتي مع حتى شي واحد في الطريق؟ لا ما تلاقيت مع حتى شي واحد. واخا سير حبيب. خليل شي اللي قالت السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير. فطر فطر. قدك شاد الفطور هذا؟ شي ديال هذا؟ بحري حميد بن رحال. واش كريساج هذا ولا؟ ما نظنش واش كريساج لا، فلوسو كاينين هنايا. اخويا اش داروا ليه؟ بزاف على الاجرام بنادم قلبو قصاح. مسكين ميت ومكمش بحال ما هكا بحال من الحر ديال الضربه ولا من البرد محطوط بحال شي تيلاد في الكرشي. شي لاكارت ناسيونال ديالو بحري بحري وطاطري شي حاجه ديال البحر وتلاح وسط هذا البحر هذا ما تشوهش ليه الجوته ديالو كما شوه عليها الخيمه. كاين ميت فهم مرحبا. اش اخبارك؟ كي دايره؟ لاباس عليك؟ صحة بخير. هكا لالا يا صاحبتي مالك معاك؟ ما كاين عذابك. كاين ميتة جات غادي تفرح ملي تشوفينا. نشوفك خالتي ما تصوريش كل اللي جا عندنا. الله عالمة بنيتي الا حسيت بك جاية والزين ما كيتشافش غير بالعين. ربي يخليك امي تاجا درت معاك ندوز نشوفك لا تقولي ما عندي كلمه توحشتك بحال اللي كنعرفك من شحال هادي. القلب على القلب بنيتي وقلتك بالله الى ما تديري بهادي داركم وانا يا بحال مويمتك وحليمه خويتك. لا لي خطيك امي تاجا عرفتي ما تصوريش ربي كيبغيني بلي لاقاني معاكم. نهار كبير هذا بنيتي ايوا دابا راه ما بقى عندك لا عين غاديه حتى تشاركي معنا الطعام وتاكلي معنا اللي قسم الله. ايوا صافي. ايوا لاله راه نيتك زوينه جيتي مع واحد الطاجين طياب يديه اللي داقو يموت واللي ما داقو يموت. اخيت اخيت مات مع 49 دقيقه المكانه ديالو سكتت في هذاك الوقت 100% كان غادي طاكي بها على شي ضربه على وجهه وجات ضربه في المكانه وتهرسات ليه. الموت كانت نتيجه نزيف حاد. الاوتوبسي كتبين لينا 20 طعنه في الصدر والكرش والجهاز التناسلي ديالو. الضربه في القلب هي اللي كانت سبب الموت ديالو. الوغ بالنسبه للمكان ديال الطعنات المكان ديال الطعنات تبين بان المجرم استعمل اليد اليسرى سادوا تيتر ان غوشي. الجروح بالنسبه للجروح ماشي غارقه بزاف ما بين 4 حتى 6 سنتيم انما وي انما عريضه. بالنسبه للتحاليل التحاليل تتبين لنا ماده ان برودوي نوتراليزون في نيفو وفمو وريتو دون طول لاباراي ريسبيراتوار. هادشي بان تيبين بان المجرم تيستعمل بومب ايروسول باش كيدوخ لا فيكتيم قبل ما يقتلو. Alors ça nous indique deux possibilités. إما المجرم ماشي قوي إما تيعرف الضحية. مهم ما تيقدرش يواجهها فاس فاس. شي حاجة أخرى دكتورة؟ شي حاجة جاتني بيزار. كاين واحد التناقض ما بين جوج حوايج.
الطريقه الوحشيه ديال القتل وحشيه هايجه عشوائيه والوضعيه اللي كتحط فيها الجثه وضعيه الجنين في الكرش اللي كتطلب هدوء نفسي كبير هادشي يجعلني تنسال مع نفسي واش ما كاينينش جوج اللي كيقوموا بالجريمه وماشي غير واحد لا ما نظنش الرابور ديال سيونتيفيك كان واضح ما فيهش تخشيش اثار ديال الاقدام ديال شخص واحد رجلو نسبيا صغيره 39 40 بوتيتر شو رد القبطان غير على قد الحال سير بينا للزوزون غير صحابي عندكم واه في الدار البيضاء وهي بلاصه زوينه وزوينه بزاف تموت ما تنساها هي بعيده شي شويه سير على ربي غير يكون خمس سوايع نتصلى في خويا بالبيان يا حسن خويا حسن اجي نعسو اجي نعسو تيضرب جراسنا تيضرب جراسنا بحري مقتول بأكثر من 20 ضربة وغالبا نفس الموت وحتى هو محطوط بحال الجنين في الكرش بزاف على الصدفة با رشيد هادشي هذا شي واحد قاصد بحرية هذا شي واحد معقدين والبحرية انا كنقول يمكن يكون ود لا ميسيون هما اللي ما كيقراوش الاربعة في العشية واللي غريب هو ان الضحايا بجوج ما عندهم حتى شي علاقة مع بعضياتهم الاول حميد منتازة أجيدون خدام في واحد الباكبو سميتو الفوك ديال لا مارين مارشاند والثاني المعطي وحيد من جديده يوتنو وخدام مع واحد الشركه سباليونيه ديال لا غروند بيش والباركو ديالهم سميتو البيسكاديرو مازال مأكوستي في المرسى دابا الرابور ديال الدكتوره ما قال والو تو قال لك الضربات ما غارقينش اللي قتل غادي يكون عسري وغالبا هو صاحب الجريمه الاولى وإلا قالت هيدا ما كاينش تخرجيش أثر بنوات على الأرض ديال سيارة خفيفة تيبدو 105 وهي نفسها اللي تستعملت الجريمتين بجوج البنون اليسار ملحوش شوية هي هذيك المجرم كياخذ الضحايا ديالو كيبعدهم هما فاقدين الوعي وكيوجه لهم طعنات في أماكن مختلفة الصدر البطن في بزاف البلايص خصوصا في الجهاز التناسلي هادشي خلاني نشك بأن القضية عندها علاقة بشي حاجة جنسية وما تنساش البوزيسيون اللي كنلقاو فيها الجثث بحال الجنين في كرش مو وما كاين لا بصمات لا اثار شنو دابا غادي نبقاو ندورو بحال الحمار ديال الطاحونه خصنا نعرفو منين نبداو انا غادي نشوف مع العائله ديال الضحيه هما غادي يجيو من جديده مع 11 وانت هبط للمرسى شوف لي البارك وهاد ديال سبوليون راه باقي مأكوستي تما دورو تبرا ربما تلقى شي اخبار ولا شي حاجه داكوغ صافي فيت Donc je voudrais un dégagement sur la piscine et sur l'atlas. Et je voudrais que vous m'enleviez ça, d'accord? Excusez-moi. Je peux finir avec le client, s'il te plaît. Allô? Halima. Vous faites ça, Ahed? Je crois que je crois le métier. Alhamdoulilah, la baisse. La lieu m'a smihié bzaf. La l'akhda m'a dit la khadma bzaf. Chouf, gda l'had, m'chou n'kharjou fahad blasa, gzala, m'chou n'tgda. M'bitlou chou l'jou. La m'a zgouli walou. Afak, kayna métier? دوز هادي عافاك الو منتجة شخبارك والله العظيم لا انا توحشتك ربي لي عالم يوم تلقاو غدا راح لي ما تشرح لي كل شيء يلا بسلامة
مرحبا. مرحبا لاله تاجه. مرحبا. السلام عليكم. كم السلام ورحمه الله. لقيتي شويه؟ لاباس الله يبارك فيك. شويه بقات خاطرك. ايوا شويه اللي جات من عند الله. مرحبا. دخلي لاله دخلي. لا مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله شدي هذه البركه وقبلي. بسم الله. الله يخلف ودعي معنا. الله يجيبك التيسير ويخلف وليدك. الله يصلح والديك. الله يرحم المرحوم. يخلف. الله يخلف ويقوي الصبر. امين لله. وبسلامة الساعة. الله يخلف لله. بسلامة. صباح. صباح. مالك ابا موحش تمارة ولا مالك؟ علاش؟ وكوراك في بوزنيقة دابا كدوز كونجي ديالك مع حسنة. ها؟ قالوا لي زوينة. أنا ما بغيتش تضرب الحديد مع دوزكم. رشيد شفتيها بعدا ولا كتهضر أنت؟ شفتها بعيني. حليمة هي عويناتي. قالت لي الدرية زوينة وقارية على ما بغيتش تضرب الحديد مع دوزكم. دابا أنا جاي نضرب معاك تمارة وأنت كتريقل عليا. خلينا نهضر وقول لي اش درتي البارح في البور. البارح سيدي مشيت للمرسل داك الباطو ديال الصبليون. تلاقيت مع واحد الماطلو جريت لي لسانه قال لي بلي هذاك اليوتنو خرج نهار الاربعاء في العشيه مع ميقات 8:30 ما بقاش رجع وقال لي بلي مشى في طاكسي شد طاكسي حمراء وهذا اليوتنو هذا مبليب داك الشيء ديال الليالي الحمراء والقصير وشاف مول الطاكسي لا ما شافوش كانت الدنيا مظلمه ماتريكيول ولا الطاكسي كيفاش داير ولا طاكسي حمر 205 205 وهادشي اللي جا في الرابور ديال سيونتيفيك لي تراس ديال لي بنو قال لك غيكونوا ديال 205 هادشي اللي كاين نركزوا على 205 انا عندي واحد الفكره مزيانه لبس ليه الجلد ديال الحنش شي فكره تصنت ليه مزيان ولا كنهضر معاك بصح غادي نديكيزا نلبس ماراني ونمشي نهار الاربعاء تما مع ميقات ديك السبعه نيت ندور في داك السيكتور الله الطاكسي هذا يشد ليا في الصناره فهمتيني نتايا لاطاج ديالك غادي تتبعني بالطوموبيله من بعيد نبان لك طلعت شي طاكسي بقى تابعني غير بالفن شوفوا ما تشاف وروندي كونت للشاف كي جاتك هذه عرفتي مشات تطرات لك شي حاجه اش غدير ليا حليمه هي دابا حنا عسكر ولا منظر واش انا حقرتيني وما جي فيني نفنف تنسوس المدرسه ولكن ما تحيدوش من بالك راه حريمي وبين طولانطي ولا بسيكوبات بحال هذاك السيد لا ما ساهلينش لا حنا ساهلين شتي المراني اللي قتل قداش على حنا ساهلين ديرها في يد الله ما تخممش مشينا نعاونكم ميتاجا لا هو هذاك تبارك الله صحه خالت صحه حسنا لا ديكو من داك الشيء جبتي من تسالك الله يخطيك عرفتي خالت تبارك الله الدنيا غزاله صلاه النبي تبارك الله حتى الماكله غزال ايوا الحاجه اللي ما تشبه مولاها حرام بنيتي ربي يخليك امي تاج تاع الديسير زوين سي تخي لاباس اخالتي ياك لاباس جاني واش كاين شي ما عرفت مالي ورشتي لي الحمام متاجه فاش غنيتي هاد الغنية فكرتيني في خويا تويمي ما قلتلكمش عندي خويا تويمي سميتو حسن كيعيش في كندا هو اللي بقى ليا من العائلة وهاد الأغنية هادي كتنغني عليها فاش كنت صغيرة مسكين مشى لكندا شد الباك ديالو مشى لكندا يقرا تما عرفتي كنت عارفه امي تاج انسان شنو نقولك غيعجبك بزاف ظريف ما عنده صحه مسكين ولكن قلبه كبير دابا مابقاش باغي يرجع دوني
شت البحر نشم لهم نتمشاو شويه على الشاطئ. كيرجع كيمشي كيرجع قريب منك بعيد منك قريب منك بعيد منك كاين قريب كيمشي كيرجع كيمشي كيرجع كيمشي خالتي 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 اش كاين شوية خالتي مالا قريب قريب بزاف قريب سالك محمد الوقت هو الوقت وديما الطاكسي راك عارف الوقت ديالو امر تعمل بغيتك تمشي ملي بين صحابك وين الطاكسيات ستاسيونات شوف الاربعه اللي فاتت شي واحد مول الطاكسي هز شي مراني محدا البور ما بين 8:00 و 9:00 ديال الليل الاربعه اللي فاتت الاربعه اللي فاتت بالليل كون هاني ودي سيوس ولكن داكشي يبقى كون هاني كون هاني ودي سيوس يلا تهلا فراسك الله يبارك فيك غزالة خالتي ظريفة ديك البنت القلب على القلب سبحان الله قليل في تلاقي بحال هذوك الناس وي لا خلاتك كي كتسلت اش هاد البرونزاج اش هادشي ما يمشي كاع يا واسيدي بسلامتك علينا واحد النهار عرفتي الدنيا زينه والهواء نقي وما نقول لكش ما نقول لكش ما نقول لكش صفر ريستورون اللي مشينا ليها عرفتي غزاله من داكشي حسنا اللي دارت ليها الديكور واحد لوكو عندها واحد الافكار ديك السيده راقيه عرفتي درت معاها باش نخرجوا نتعشاو بربعه ديال خصنا غير النهار اللي يكونوا مساليين فيه خمسه بينا تمي ما هادشي معنا ان شاء الله الوقت الحق خسرتها انا في الاخر ذكرت لها اخوها مسكينه وشي شكل عرفتي دارت ليا تزيرات حتى راه كملت تضحك غير بالزيارات مسكينه على الله بينا وبيها هازه مسكينه شي دقه صعيبه ايوا لعلم الله بينا وبيها وليدي قالت لي حتى رشيد غادي يبغي يتلاقى معاها علي وريك رشيد فينا هو فاي خويا يوسف علي وريك تصور شحال قلبي مهول على رشيد حتى كنعرفو مغامر وما كيخممش كيف قصني فاش ما كيخممش يلا رشيد بعقلو كيعرف اش كيدير وانا رشيد واحد ما ندوزوش ما يدوزنيش ما خايتش حاجه تقاتل الله يمشيكم امين الله يمشيكم عندك تحكي لنا على داك العشاء صافي
السلام عليكم. وعليكم السلام. عندك صرف 200 درهم؟ لا ما كاينش اخو. اسمح لي اخو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كريم زراب اخويا. لا خويا ساليت. اسمع لي. سير على الله. فين غادي يخرج؟ والله خارج من الدوخة ديال البخور بغير شي دويخة نقية. والله يحسن العوان. الله يحفظك. فين غادي نوصل خويا أنا؟ خويا مكرات شي بليسة فين؟ أش بليسة خويا؟ شي بلاصة أصاحبي. عيبنا واحد راك عارف. شو ما شاف. راه حنا خدامين زاد. أنت ماك مزكر مالك. شوف. أنا أنت الله في أنا يا خوك الرجولة اللي بغيتي. اسمع الشيخ. قول لي فين غادي نوصل خويا بلا زيادة بلا نقصان. صافي اخويا حطنا غير هنا الله يرحمك. هي الاولى اخويا. لا خلي فلوسك عندك الله يعاون نعاون. اسمح لي. ما كاين حتى شي مشكل اخويا الله يعاون نعاون. ما درتش مني قلت الصواب. لا والله ما كاين شي حاجه الله يعاون نعاون. صافي الله يعاون نعاون اخويا. مالك طالع نازل؟ الاولى انا سيدي راه طلع كوستو. خفتي منه ولا؟ والثاني مني. اه الثالث؟ الثالث اخويا صدق ولد الناس. ساسك بخير. اش غدير؟ ما يزر الرجاله في هاد البلاد. معلوم. اجمع راسك بنتي لي الترخيط يا صاحبي. ماشي الترخيط اخويا قتلني الجوع. سالي وديك تعشي على حسابي يلا. زير. يا الله شي مقيلة الحوت. واش بان لك الشاف؟ فين مشيو؟ من عندك. هانتي خويا شي حاجة مسوكر على حسابي؟ ها؟ شي حاجة النيفو؟ واخويا وحنا خرانا سير على الله. سير على الله. سيري. مرحبا. الله 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 يا مولانا الله 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 ما يدوم غير الله ليلي سهر وتسهيل الله ولم يدق قلبك الله ليلي سهر ولم يدق الباب الله 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 يا مولانا الله 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 ما يدوم غير الله ويلي في الدنيا وحيد الله لا قالوا لا أعبد الله ويلي في الدنيا وحيد لا قالوا لا أعبد الله 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 يا مولانا الله باش نهضر لك مع الباترون تهلا فيك. لا لا اسير انا كان بشغال حسبتي. كما شعطي لخوك الطياره خصها كيروزين. ياه ايوا بسم الله صافي. انت دير شي دويره ورجع عندي بين ما ندير واخا من الفلوس بكري وسير في حالك. ايوا
منوش والله الا كثرت لهم كتضحك وحق الله. قالك سيدي سميتو حمزه الطياره، هو واحد فريفره انا دير لي الطياره بعدا في الاخر دا لي 50 درهم اللي كنكسب 50 درهم نردو لك ساعه الخير. دابا غير القضيه ديال الاربعه الاربعه انا بانت لي ما فهمناش فيهاش كونسيدونس وصافي قدر. شوف هنا عرفت واش كنحس انا دابا النظريه ديالي في هذه المساله ديال الاربعه الاربعه هي في الجوع دابا خصنا ناكل. عزيز عندي لك واحد المفاجاه. الله يسمعنا. مقايلتك شنو هذا؟ صيفطات لك حليمه. انت ديالك كلتي سخون وجيب لي انت اناني. انت علاش اناني؟ بغيتي نلحقوا لك الطاكسي يا صاحبي. والله الا اناني بالله صاحبي جيب لي التلوى جيب لي. طلع طلع نشوف. ها شتي دابا واخا بارد والله الا سخون بالله وبنين واخا يكون حار فيه. طلع نشوف عنا طلع مسموم انت ناكلو عاد غمع على خاطر الناس. طلع صاحبي طلع حار فيه. في 2008 جوج ديال البحارة تقتلوا في طنجة ولدابا باقي ما لقاوش اللي قتلهم حتى هما وضعية ديال الجنين وتقتلوا بموس بزاف ديال الضربات في الصدر في الكرش وتحت من الكرش ولا أربعة 100% هذا صاحب دعوتنا. شنو دابا حنا غنبقاو نستناو نهار الأربعاء متى تجي والسيد داك يقتل في الإمارة هكاك؟ خايفين نكون فتحنا راسنا بتقلب وراه مول الطاكسي ويكون عاقل وما بانش هاد الأربعاء هادي. غادي نخدموا في السر ونطلقوا لانطيرات ديالنا غادي نحطوا الدراري مع الحمالة الداخل في المرسى ديجا وغادي نحطوا الدراري ديالنا مع الكورتيه ستاسيون الطاكسي اللي حدا المرسى على برا. الاربعاء الجايه غتعاود تكاجي انت في لامارين. ايوا صافي داك داك 15 و يوسف ما كنفكر خونا في الله قرب يضربها كتخربق. انا اللي مرسني هو يقدر يضربها ثاني في اي لحظه. بتلقى عيطو اللي كيضرب اثنين ولا السبت ولا الجمعه ولا عيطو لك في نصاصات الليل عاوتاني نوض اجي صاحبنا انا نضرب. عرفتي ما ضربش اليوم الثلاث غالبا كي بريباري الغدا وانا كنتسنى ليه داك الغدا. انا ما ضربش الغدا تفرقع نخفيك من نفسي صاحبي ما بقاش تحرك دمك من دابا ما تلاقيتيه. حس بيه قريبة يوسف حس بيه كيدور غير حداه فهمتي شامو جمع راسك قول ليا خليك حليمة في الدار كتوجد شي كتيوام كي عرض هادي ولا كيفاش يا خويا يا خويا كتبت بوليسي حتى في الدار قالت لي اخويا حليمه شويه عيانه هاد ليامات ونخرج انا وياها باش تطلق شي شويه تبدل الجو صافي مزيان. طلق انت الاول بعدا انا طلق راسي. Time of trouble, Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart for darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. فعلي ريسك بحال بزاف الخدمات كل نهار كيدوز عنده حقه ديال الخطر. انا هادشي راني عارفاه مزيان وكبره فيه ولكن حتى انت كنعرف
رشيد راك كتغامر ولا ما كتردش البال لراسك؟ حنا بزاف ما نحققو رشيد، مازال قدامنا بزاف، مازال نديرو دارنا، نديرو وليداتنا. الوليدات مزيان، انا بغيت نديرو شي ستة الدراري، ثلاثة ولاد وثلاثة بنات، بالحق البنات يكونوا كيشبهوا ليك. اها والولاد؟ هما كيشبهوا لك، بغيت يشبهوا لي انا، الله ينجيهم. واش تي رشيد هادشي اللي كيف قصني؟ انا كنكون كنهضر معاك بصح وانت كتفلم. انا راه خايفه عليك، راه خفت نضيع فيك رشيد. خدمتك على راسي وعيني، سير خدمتك الله يعاونك، ولكن بغيت كل عشية ترجع لي بخير ولا خير. كتصيد سبوعا وليتي ضبعي، نسيتي امك، نسيتيني دوار خويا وين واش لي الطريق عندك طوال حتى كما كاين داك ما عندك زهر اخويا داك الخمس اللي بغيت نديك ليه راسك ترجل بالي بيه بالي بيه بالي بيه ما تراجعش نسيتي ما داروا لينا نسيتي باش وعدتيني انت وخلك اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه شوف لينا شي حفره اخو كيما كاين جاي باغي حال نشط اخوك عزيز هو هني بغى ينشط انتيني حلاوتك اش قلت كاين محسن خضري عندي زمقريه عندها واحد الكابانو وخلي لي السوارت دبرك على شي قرطاسه شوف راه هنا كونفيونس مقابله مع البحر ومازال ندير معاك بومبري والله يحفظك وانت فيك تمشي حال هذه فيك تقلب عليك وقول لي دابا هذاك القوم تما كونفيونس لا لا علاش ما نبغيش انا خاف من البوليس كاينش تا كاينش غاش مظلم على حساب الله يحفظك الله يعزك جاد يلا الرئيس زيد انت الشيف انا صدق بك الرئيس الله يحفظك اسمك الله ها اسمك الله احمد 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 البحري احمد البحري مرحبا بك شوف الدار دارك الصالون شوف على البحر بيت الناس
وكي جاك هادشي؟ مخير هادشي هذا. شوف عندك الحمام نعيطو دابا خريطيسة. الو نسرين حسن، غنجي عندك دابا خمسة دقائق قاك والدي لا خصك تهلا لي فيه لا يستاهل. يلا تهلا غادي نمشي نجيبو شويه القص نجيب لك قريطيسة وهي ليلة ضحكة. ارتاح لي مع راسك هاد الدوش ساكن عبو وحدك هنا. واخا كون هاني ما تعطلش كونفيونس خذ لك دوش راني جاي. صاحب داودنا قلت الرويده الاسريه ديالنا للطوموبيل ملحوس ومالها الليمن مرت البال. هذا السيد راه بغاني ندوش انا غادي ندوش ليه. رشيد هز الجنوب اللي دارت حتما طالع عندك. ماعرفش اش كتقول ليها ولا اش كيقول ليه هي ولا هو ولا والله الا تلفت. ورك على البوطو نسمع واش تيقول. انت بوليسي ولا جاسوس؟ تبونك حنكار مالك؟ ايوا انت اللي عاقل غادي بصبعك. صبر ها السيده غادي تكمل خدمتها وتجي تقول لنا اش كاين. اجي هيك ما حبيتيها. حليمة ما غتفهم والو. ما تفهمش مسكين. نسوي يا زين هادي. سيادنا دابا راني فهمت القصة كلها. الحق ماشي من فم حسنة إنما من فم حسن. هاد الجسد الجميل كانوا كيتقاسموه جوج ديال الشخصيات، شخصية حسنة والشخصية حسن. وللأسف شخصية حسن طغات في الأخر وبالتالي حسنة اختفت تماما وما اعترفاتش بشي جرائم أخرى. دكتورة ماشي هي خوها حسن الشخصية الأخرى اللي كانت عايشة في اللاوعي ديال حسنة. باش تفهموا مزيان خاصني نردكم 20 عام اللور في الوقت اللي حسنة وخوها التويمي حسن كان عندهم فقط 8 سنين. واحد البحري اغتصبهم وقتلها في الوقت اللي حسنة كانت تحت الشتاء وكتحاول تعتق خوها حسن اللي كان مريض ومات ما بين يديها.
دازت ايام، حسنا حاولت تقاوم، وباش تغلب على هذا الاحساس بالذنب شنو دارت حسنا؟ قررت باش تحيي خوها حسن من جديد وعطاتو الجسد ديالها، وهكذا صبحت حسنا عايشه بجوج ديال الشخصيات، او كما كنقولوا حنا بشخصيه مزدوجه، حسنا في النور وحسن في الظلام. يعني نفهموا من كلامك دكتوره انها غير مسؤوله قدام القانون؟ ما يمكن ليش نحكم انا، كاين ناس مختصين في هذا الميدان. اللي بغيت نقول لكم هو ميتين جوج شخصيات كيتقاسموا جسد واحد تيوقع ما بيناتهم صراع. بالنسبه للشخصيه حسنا معركه سالت، الشخصيه الاقوى اللي هي شخصيه حسن غلبات وتحكمت. هادشي اللي كنحاول نشرح لكم من الاول، حسنا حاولت تولي حسن ونجحت. عند راسكم ما عايقش بكم، بقاو تحنزو فيا، حنزو فيا مزيان. راه الاول اللي هز عيني في اختي حسنا صبيالي. ايوا هذا عاوتاني فين؟ عرفتي خالتي، لا عرفت حسنا هي حسن غتبقى مبغوضة. اوه انا كنتخيل بو يوسف دابا بارز، عم ماريا والاخرى حداها بدات مستعجل. اشيد الله يحسن لها. نضحك معاك. عرفتها خالتي على شوية كنا غنديرو عرس واحد حنا ويوسف. اي والله العظيم حتى دابا باقي الحالة مهمتي، نمشيو عند حسن ونخطوه من عنده حسنة. نعلو الشيطان. فرحتها بركة في الدنيا غريب ياما، والعاقل يطلب السلامة، واللي في الدنيا ما خرج من عقيبة. خليوها عليكم مسكينة، الله يهديها. الصراحة كانت زوينة. فهو راجل. سكوت 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 حزين.